المحكمة نادت على المتهمين. دخل السيد الوكيل العام اعتبر القضية إذا كانت القضية جاهزة باش تنادي يعني على الشاهدة، لأن كاين عند المساعدة الاجتماعية وكذلك الضحية، وهذه مسألة عادية بل كتنص عليها المواثيق الدولية وكتلزم النيابة العامة والقضاء باش هذيك الضحية راه طفلة باش تميز ما بين هذا راه مرفق إداري أو مرفق عمومي ولا جاية إلى آخره، تحسيسها بأنها غادا تدلي بشهادة للقضاء للعدالة باش تقول الكلمة ديالها فيها. وطبيعة الحال حنا هذا الملتمس اللي طلب السيد الوكيل العام بجعل القضية يعني تتروج في جلسة مغلقة لم نمانع فيها في حدود أن تكون فقط في نطاق النقاش ديال القضية ديال الطفلة الاستماع لها، باقي الجلسات يعني وباقي الإجراءات ديال الجلسة تكون علانية وبما فيها السماح لوسائل الإعلام للحضور، لأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام. هذه المحاكمة هو أننا نلتمس بطبيعة الحال القضاء ديالنا هو قضاء محترم، قضاء مقدس، قضاء يعني عنده يعني نزيه إلى غير ذلك، وحنا من خلال هذه المحاكمة إنما نروم إلى إشكالية أو تطبيق إشكالية على أن البراءة هي الأصل في هذه المسألة هذه، وإعطاء لكل ذي حق حقه، والإنصات لا إنصات المحكمة لا للمحامي ولا كذلك المطالب بالحق المدني ولا كذلك للدفاع ديال ديال ديال, ديال المتهمين. ونقول لكم يعني بصرع عبارة على أنه لن أقول بأن هناك تشويش من الروابط الإعلامية، ولكن هناك يعني مسائل التي تم تسريبها للصحافي إلى غير ذلك، ولكنها غير مقبولة بالمقارنة عما هو مدون بمحضر، لأن بمحضر الضابط القضائية هناك شخصان، هناك متهمان اثنان ينكران على قيامهما بالفعل، هذه لا بد للمحكمة المقرة حينما استدعت الشاهدة وكذلك المطالبة بالحق المدني من اجل الاستماع اليهما لتثبيت هذه الواقعة، لان هناك انكار ما هي الاسباب والدوافع التي جعلت مثلا المحكمة الابتدائية انها تعمل على إدانة المتهمين. بطبيعة الحال المحكمة المقرة الابتدائية بطبيعة الحال لها يعني كما تنقولوا حنايا لها مصداقيتها القانونية، لها كذلك معرفتها القانونية اللي من خلالها كتحاول أن تثبت هل هناك بالفعل هناك اتهام موجه هو ثابت أو غير ثابت. تم استئناف هذا الحكم من طرف مطالب الحق المدني، من طرف كذلك الدفاع ديال المتهمين من أجله، وهكذا يعني كيتم تصريف الأمور القانونية بواحد الشكل اللي هو عادي اللي ما فيش يعني لا تشويش إلى غير ذلك، ونخليو الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء اللي غيقول الكلمة ديالو.